السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد. هاد الجلابه هذه كنت شاركتها معكم بكل الخطوات ديالها، بديتها معكم من هاد الرنده ديال الكوزات، من هاد الحميمصات، من هاد الضريس، كلشي درتو معكم. دابا ان شاء الله وصلت للطرز، حتى هو غادي نشاركو معكم. شوفوا كيفاش كان كي جا الطريز، جا الطرز باللوينات. هاد اللوينات درتهم انا حيت كاينين في القفطان، داكشي علاش درت هاد اللوينات هذا في الطرز. نتوما تقدروا ديروا اي لوينات زعما بان لكم مناسبين. جوج كوزات طرزتهم بهاد الجلوي اللي غادي لورونج وصفير، وكوزه كندير فيها هاد الخضر بحال هكا، وهاد الكوزه التحتانيه درتها بالخضر، وكنبقاو غادي من نفس الطريقه. دابا غندير بحال هادو ان شاء الله. هانتوما الكوزه، هادي هي العوينه ديالها اللي دخلت فيها الابره. حنا كنخلو هاد الغرزه اللي تحت منها ما كنخدموش فيها، وكنخدمو تحت منها بحال هكا مباشره. كنحسبو جوج غريزات كندخلو البرا ونثبتوها من التحت ونرجع ليكم. هانتوما انا شديت جوج غريزات هنايا، من بعد كنجي للجنب هنايا ديال هادي، كندخل فيها الابره هانتوما، من بعد كنهبط غريزه تحت هادي فين خدمت هنا في الوسط، وكندخل الابره بحال هكا. من بعد عاوتاني كنرجع هنا، كنعاود كنهبط تحت هادي بغرزه، كنبقى غادا وكنهبط. عاود كنجي هنا، كنهبط عاوتاني تحت هادي بغريزه، نفس الطريقه كنكمل. عاوتاني كنجي هنا، كل مره كنهبط هنا بغريزه كنعاود نهبط في الوسط بغريزه، كنهبط عاوتاني هنا بغريزه بنفس الطريقه نكملو. تاني كنعاودو نجو هنا، تاني كندخلو هنا كنهبطو بغريزه، دابا نجي هنا الجهه الاخرى تي كذلك. ملي كنشدو هنا كنجو عند هادي، ماشي الاولى اللي شدينا في جوج غريزات اللي تحت منها، كنخدمو فيها، كنعاودو هنا كنهبطو بغريزه غادي وكنهبطو. هادي اللي شدينا هنا تحت اللي شدينا هنا غنشدو تحت منها بغريزه، نفس الطريقه كنبقاو غاديين. دابا انا درت معكم هاد الكوزه هادي ياك، نتوما بنفس الطريقه غديروا هاد الكوزه نفس الخدمه. بلا ما نطولوا الفيديو، دابا غندير معكم هاد المثلث الصفر. غادي نجيب خيط اخر بالصفر ياك، تنبرم على 4 شعرات. ما قلتش لكم في الاول الخيط كيكون مبرم على 4 شعرات، ويكون شويه مرخوف في البرين باش يجينا زوين في الطرز. كنجو هنا كنجو لهاد العوينه هادي، هاد الغريزه هادي ياك، كنهبطو تحت منها ها الغرزه الاولى، ها الغرزه الثانيه، ها الثانيه كنخدموا فيها بحال هكا. كنشدو في الاول غير غريزه، انا نقلب هذا نثبت الخيط ونرجع لكم. هانتوما البنات كيف ما وريتكم في الاول شديت غير غريزه، دابا غادي نشد ان شاء الله جوج غريزات بحال هكا. كنهبط من تحت بغريزه، كنحسب جوج واحد جوج، كندخل من بعد كنحسب كنشد ثلاثة.
ثلاثة من بعد كنشد ربعة من بعد خمسة ومن بعد ستة من بعد كنشد ستة غريزات صافي كندير بها مثلث كنهبطو فيه بستة مرات بحال هاد المثلث هذا هو اللي غنديرو هنا يعني نفس القياس دابا غادي نخدم معكم ان شاء الله هاد المعايير اللي كنديرو بالخضر غنخلي هاد الكوزه هادي باش نخدم فيها بحال هادي وغنجي هنا ونخدم بحال هاد المعايير اللي درنا بالخضر باش نقول لكم تاهو كيفاش منين غتبداو هنايا هاد العوينه هادي هادي اللي دخلت فيها الابره كنهبطو تحت منها بجوج غرزات ها الغرزه الاولى هادي الثانيه كنهبطو بجوج غرزات الثالثه غادي نطرزو عليها بحال هكا كنشدو في الاول وحده غريزه وحده انتم هنا شدينا غريزه واحده من بعد غنطلعوا ليا ونشدوا جوج نحسبوا واحد جوج وندخلوا الابره بحال هكا من بعد غنشدوا ثلاثه نطلعوا عليها شويه نشدوا ثلاثه واحد جوج ثلاثة نخدمو من بعد نطلعو ليها ونشدو ربعة جوج ربعة من بعد غنشدو خمسة صافي وغنبدا نرجعو عاوتاني فيهم دابا غنحسبو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ونرجع فيهم كنطلع هنايا ونشد هاد المرة نشد غير بعض الغريزات جوج أربعة من بعد نشد ثلاثة ونشد جوج ونشد واحدة صافي نكملو بهاد الطريقة دابا نحسب واحد جوج ثلاثة كنبقاو نهبطو تدريجيا دابا نشد غير جوج ومن بعد نخدم غير غريزة جوج غتبقى ليا وحيدة غريزة وحدة المهم البنات غتكملو بنفس الطريقة اللي قلت لكم هذا هو الشكل النهائي ديال الطريزة ديالنا كتجي زوينة كملوا بنفس الطريقة اللي درت معكم كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا اللي بقيتو معايا حتى هنا كنتمنى انكم تدعموني بالبارطاج دي كومونتير زوينين وتخليوا لي لايك وتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.